تاريخ الحديث عن تاريخ أصول الفقه السني سبق الحديث عن تاريخ أصول فقه الشيعة، يعني السنة فيما يتعلق بالحديث عن تاريخ أصولهم كانوا أسبق من الشيعة. أقدم نص يمكن أن نعثر عليه يتحدث عن تاريخ أصول الفقه عند السنة هو ما تحدث به ابن خلدون في المقدمة. ابن خلدون في مقدمته عقد فصلا لعلم الأصول، تحدث هناك في داخل هذا الفصل بشيء بمقدار ما بشيء ما عن تاريخ أصول الفقه السني، طبعا بشكل مختصر جدا وبشكل مقتضب وليس بشكل موسع. لعل نقول لعل لأننا لم نعثر على نص أقدم وبمستوى هذا الحجم من الأهمية، لعل ما قاله ابن خلدون في المقدمة عن تاريخ عن علم أصول الفقه هو أقدم نص سني يتحدث عن تاريخ أصول الفقه السني. لكننا في تلك الفترة لا نجد نصا شيعيا يتكلم عن تاريخ أصول الفقه الشيعي، هذا تحدثنا عنه سابقا، قلنا الحديث عن تاريخ أصول الفقه الشيعي جديد لا يقع إلى أكثر من نصف قرن. أما عند السنة فيعود إلى فترة أسبق منذ مقدمة ابن خلدون القرن الثامن التاسع للهجرة. لكن بمرور الأيام وجدنا أن الشيعة خصوصا بالقرن العشرين اهتموا بتاريخ أصول الفقه بشكل أسرع مما اهتم به السنة. لكن لا أقول بأنهم قد تجاوزوا السنة فيما اهتموا به كما يذهب إليه بعض الباحثين. أنا شخصيا أشكك في هذه المقولة، في أن ما كتبه الشيعة في تاريخ أصول الفقه الشيعي كان متجاوزا ومتقدما على ما كتبه السنة المتأثرون في تاريخ أصول الفقه السنة. أقول بأن الحركة الشيعية كانت غير مسبوقة، سريعة، يعني استطاعت أن تخطو مراحل بشكل زمني أسرع، لكن أنها تخطت في حجمها ومستوى دراساتها ما كتبه السنة هذا كلام يحتاج إلى نقاش نحن الآن لا ندخل فيه. لكن بالتأكيد هناك حركة سنية وشيعية في النصف الثاني من القرن العشرين كبيرة فيما يتعلق بتاريخ أصول الفقه، كأنهم من ابن خلدون إلى القرن العشرين حصل نوع من الانقطاع في نعبر في دراسة تاريخ أصول الفقه السني. في القرن العشرين بدأت هذه الحركة، سنتكلم مع من بدأت هذه الحركة. بدأت هذه الحركة وبنشاط، إما مستقلا كتب تاريخ أصول الفقه أو في ضمن الحديث عن تاريخ الفقه السني، عادة تبحث تحت عنوان تاريخ التشريع الإسلامي. إذن هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها. زمنيا السنة أسبق فيما يبدو من الشيعة في استعراض تاريخ أصول الفقه عندهم، لكن من ناحية المستوى والكم والحجم لا ندعي أنهم متقدمون. لأن ماذا؟ لأن الشيعة قد خطوا خطوات سريعة جدا في النصف الثاني من القرن العشرين، خطوات سريعة جدا وغير مسبوقة، يعني غير متصورة، وما زال حتى الآن في حركة نشطة جدا. أشرنا إلى ذلك في الحديث عن تاريخ أصول الفقه الشيعي في الدورة الماضية. هذه النقطة لابد أن نأخذها بعين الاعتبار.